بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم بحكي لكم قصتي مع راوتر 4G والسرعة الخيالية نص ميجا. أخذت الراوتر قبل 4 شهور إلى 5 شهور. قاعد أول ممكن أول شهر السرعة كانت توصل في الصباح ممكن 16 17 18، هو على الـ FDD اللي هو الفور جي. بعد كذا في الليل السرعة 5 6، يعني كويس. الابلود ما شاء الله ما يحتاج، كان عالي. بعد أول شهر انتهى بعد أول شهر النت صار السرعة محددة على 2، محدد السرعة على 2، صار دائما محدد السرعة على 2. ومن بعد الساعة 12 إلى 1 يعني ترجع السرعة زي ما كانت تدريجيا إلى قرب الظهر تنخسف السرعة مرة. عدى ثاني شهر، قلنا يعني ما في حل، ندق على السي سي نشوف، نتفاهم معاهم نشوف يعني إيش هذه المشكلة، إيش الحل معاها. النت محدد على 2 ميجا ولا ينزل تحت مرة نص ميجا. شفنا في النت وما النت انه تحول على اف دي دي وما اف دي دي وما ادري مين، حولنا جربنا كل حاجة ما في حل. قلنا خلاص نروح، قلت اكلم اس تي سي، نكلم الموظف الاول يقول لك تحديث في النظام، في نفس الوقت يقفل الدق على الثاني يقول لك خلاص انا عم بحدث لك الشريحة من جديد وراح يزبط معاك. تدق على الثالث يديك هرجة ثانية، تدق على الرابع يديك هرجة. آخر مرة قلت له خلاص اديني السوبرفايزر، قال لي خلاص طيب بحولك على السوبرفايزر. حولنا على السوبرفايزر، نصبر دقيقة دقيقتين 10 دقايق ربع ساعة، ما عندك أحد تسمع، الناس رايحين جايين، أنت على الاتصال ما عندك أحد، خلاص قفلت. قالوا في شكاوي على موقعهم قدمنا كل حاجة، ما برضو ما في نص ميجا، نص ميجا طلعت 2 ميجا محدودة، هو على الاف دي دي. قلنا طيب ايش في من حل، ايش في من حل. قلنا خلاص نمشي نكمل، برضو خلينا نرجع ندق على الموظفين برضو مرة ثانية. يعني من الاشياء الظريفة اللي صارت لي، دقيت مرة على موظف فقلت له المشكلة انه زي كذا والنص ميجا والنت يتحدد على 2 ميجا ومدري مين. قلت له انتوا عندكم سلسلة استخدام عادي؟ النكر قال لا ما في، ما عندنا مدري كيف. المهم انتهى الاتصال بينه وبينه، قال لي خلاص راح الان نفعل لك، راح نحدث لك الشريحة وراح احولك حتى لو على الدعم الفني. قلت له خلاص طيب. قال لي خلاص ما عندك مشكلة. بعدين قلت له، بعدين قال لي خلاص كان بيقفل المكالمة. في النهاية قلت له انت ما اخذت رقم الشريحة، ما اخذت رقم الشريحة مني. كان قفل، ما ادري يعني هذه الحركة ما ادري عنها ايش، يعني انه حتى ما اخذ رقم الشريحة وقام ما ادري تصريف ولا ما ادري عنه. فقلت ما في الا هيئة الاتصالات، قالوا عليك بهيئة الاتصالات بإذن الله راح ترجع لك السرعة ومدري كيف. دقينا على هيئة الاتصالات الظهرية، هو ما في دوامهم، دق 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 نكلمهم، مدري أول مرة قدمنا في موقعهم. راح أبين لكم إيش اللي قدمت على، يعني إيش اللي صار بيني وبينهم. أنا أول مرة اشتكيت، رد علينا وردنا ورد الشركة التالي، يوجد أعمال تطوير وتحسين في البرج. وبعدين كتبت لهم مرة ثانية، بعد ما كتبوا إنه في تطوير وتحسين وزي كده اداني رقم من نفس حق اس تي سي، قال في تطوير برج. دقيت عليهم على اس تي سي قلت له كده كده الرقم، قالوا عادك بيجيك تطوير على البرج. وانا ما اتوقع ان البرج في شيء، لانه عندي يوصل لاربع الى خمسة ابراج، هو اف دي دي كمان يعني تطوير في البرج. طيب قلت لهم طيب تطوير يعني متى، طيب متى بينتهي؟ قالوا والله بعد 6 شهور إلى 7 شهور.
قال لهم ايوه وانا استنى يعني 6 7 شهور الشراكة راح كده على الفاضي. فمن ضمن الرسائل اخر حاجة انه ارسلوا لي من هيئة الاتصالات لي ان كنا الوسيط انه كنا هم هيئة الاتصالات، بعدين كتبوا انه متضمن عدم تطبيق استخدام العادة ضمن الباقات. ما في حل. آخر شيء اللي هو تزويدا بما يثبت تنفيذ التوجيه الصادر من الهيئة بخصوص هذه الشركة، إنه تم الفصل لصالح المشترك. شوف التاريخ كم، 23/2، ممكن نحن الآن في شهر 4 4، ممكن في ممكن عدانا شهرين شهرين وشوية. راح ابين لكم، ما ادري في اي رسالة انه مكتوب ايوه تزويدا بما يثبت تنفيذ الشركة للتوجيه الهيئة الصادر في الشكوى خلال 5 ايام. فقعدوا بعد كده على هيئة الاتصالات، قال له انتوا كاتبين في الموقع انه تزويدا بعد 5 ايام راح يتم الحل، ولا راح يعني لازم من قرار حاسم. قالوا لي اصبر. قال لهم لي عدنا الشهرين وشوية ولا في حاجة، وهذا في خلال 5 ايام. انا عارف انه ما راح يصير شيء، ما ادري يعني شكوى لله، ما ادري يعني. المشكلة الراوتر بورتات مقفلة على حسب يقول ما في استخدام عادل. هو في استخدام عادل اللي هو شوفوا هنا القرار، ان الامتناع عن تنفيذ هذا التوجيه يعد مخالفا نقطة المادة 337 من ضمن الاتصالات، انه ما في تحديد السرعة، لكن شاك بنسبة كبيرة انه في سرعة تتحدد، ولا السرعة كيف اصلا يعني، حتى لو في مشكلة سرعة ما تتحدد الى 1 ميجا ولا بين نص ميجا، مش معقول انه السرعة تتحدد لهذه الدرجة. ما ادري يعني الراوتر طفش منه، ما ادري ايش الفائدة منه يعني. اذا قلت تبغى بينج صح، البينج انه عندي عالي ما شاء الله، لكن متذبذب، داونلود مخسوف، ما عندك احد، بورتات مقفلة، تحميل ما تقدر تحمل. طيب ايش الفائدة؟ طيب ماخذ نت، طيب انا كنت ماد سلك من عند جاري 50 ريال، سرعة كانت 7 8، مرتاح ما عندك احد، ما في لا تذبذب في النت ولا في مشاكل في النت، 24 ساعة ما شاء الله السرعة تكون ثابتة. قلت لا يعني نشوف نجرب ناخذ الراوتر، الناس كلهم يمدحوا فيه وانا اخذت سرعة وما سرعة ومدري مين، هنا اتفاجأ. خلص الشراكي، قلت بجرب اخر خطوة ممكن تزبط، اخذ شريحة ثانية، فعلت بشريحة ثانية الا ندمت زيادة، السرعة انخسفت اكثر من الشريحة الاولى. لقيت مرة من المرات على STC، قلت لهم انه لما اشتكت على هيئة الاتصالات ومدري مين يعني السرعة شوية تحسنت. قال لي الموظف اللي في STC، لو هيئة الاتصالات قدروا يزيدوا لك السرعة روح دق عليه وخليه هو اللي يزيد لك السرعة، انا ما اقدر افيدك. نحن عندنا ما عندنا استخدام عادل. وقفل. فما ادري يعني، ما ادري كيف سرعة مخسوفة. كثيرين نصحوني بزين، قلنا زين، قلت بجربه ان شاء الله. ما لكم من حل انكم تفكوا التشفير حق الراوتر اللي معاه، ركب شريحة زين شو تجرب كيف. يعني اخر حاجة يعني نشوف الان السرعة، هي السرعة ساعات توصل الى 1.5 ميجا 2 ميجا في هذا الوقت، وعلى حسب انا اديكم بالاغلبية. راح نسوي تيست اجين، شوف السرعة 0 كم، 71، الابلود عالي، البينج ما شاء الله مظبوط، مشكورين على البينج، حتى الابلود متثبت، داونلود 0.71 ايش اسوي فيه؟
يعني حتى لو انا اتوقع، ما ادري، اتوقع انه هذا 071 بس يستخدم حق واتساب، حتى لا تحمل لا ولا اي حاجة. نشوف كم برج. 3 ابراج زي ما انتم شايفين، اف دي دي، ولا هي اصلا دائما 4 ابراج عندي، وتيجي في الصباح ساعات ترتفع الى 5 ابراج.